السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطلبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله مع بعض في يونت 7 بارت 2 ليسونز 3 أند 4 all about sports. هنبدأ مع بعض بالريفيجن ري رايت. السؤال الأول بيقول لي بقى إيه؟ You are not allowed to come late. بيقول لي أنت مش مسموح لك إن أنت تيجي متأخر. طبعا احنا عارفين ان احنا خدنا قبل كده حاجه اسمها ماست وماسنت اللي بتتكلم عن التحريم او ان الحاجه دي ما ينفعش ان نعملها. طبعا يو ار نوت الاود تو دي معناها غير مسموح لك ان، هي بتساوي ماست. يبقى هقول يو ماسنت كم ليت، يبقى تاني كده هقول يو ماسنت كم ليت، انت مش مسموح لك او ما ينفعش ان انت تيجي متاخر. نمبر 2 اتس نيسيسري فور راشا تو سي ا دكتور، من الضروري لراشا ان هي تشوف طبيب. هنا عايزه استخدم هاز، احنا خدنا مع بعض هاز وهاز تو، الحاجه دي ضروري ان انا اعملها، عندي اوبليجيشن يعني عندي الزام ان انا اعملها، ولو ما عملتهاش ممكن يحصل لي ضرر او اتعرض لعقوبه. طب هنا الشخص ده او رشا دي مريضه يبقى لازم تروح للطبيب، هقول رشا هاز تو سي ا دكتور، عندي السبجكت وبعد كده هاف او هاز تو وبعدين فيرب انفينيتيف. كمل مع بعض كده ريفيجن برضه سؤال ري رايت، بيقول لي ات وازنت نيسيسري، حاجه مش ضروري خالص فور يير ليها to buy new clothes، بيقول لك مش مهم ليها ومش ضروري ان هي تشتري الهدوم الجديده اللي هي عايزاها. عايز ايه؟ عايز كلمه didn't. طبعا انا عندي هنا كلمه didn't، يبقى انا برضه نفس الجمله هنفي الجمله، بس خلي بالك wasn't هنا حاجه و didn't هنا حاجه ثانيه. اقول ايه؟ she didn't have to buy new clothes، انا عندي كلمه didn't have to هي بتساوي it was necessary for، يبقى هقول she didn't have to هي ما كانتش مضطره ان هي تشتري الهدوم الجديده. الجملة فوق بيقول it wasn't necessary يعني حاجة مش ضرورية، يبقى نفس المعنى wasn't necessary for هي didn't have to اللي هو غير مضطر أن، وبيجي بعديها verb طبعا infinitive. نمبر 4 you mustn't make noise in the library، غير مسموح ليك أو لا يجب عليك إن أنت تعمل ضوضاء في المكتبة. هنا طالب مني بين قوسين allowed، احنا خدنا بيكون عندي verb to be وبعد كده allowed وبعدين بقية الجملة بتاعتي اللي هي معروضة معناها غير مسموح، يبقى you aren't allowed make noise in the class او in the library، وممكن كمان اقول it isn't allowed to make noise in the library، الاثنين صح. يبقى you aren't allowed to make noise in the library لو انا هستخدم you، او لو انا هقول ان في العموم مش مسموح ان انت تعمل ضوضاء في المكتبه يبقى it isn't allowed to make noise in the library. طيب يلا بينا كده نتكلم بقى عن اليونت بتاعنا ونشوف الكلام بتاعنا. احنا قلنا ان اليونت بتاعنا قلنا حاجه ايه، بيتكلم عن السبورتس او بيتكلم عن الرياضه. طب تعالى كده نشوف اول كلمه، عندي كلمه اسمها سبكتيتور اللي هو المشاهد او المتفرج، اللي هم دول كده زي الصوره اللي قدامي، الجماهير او المشاهدين دول بيقولوا عليها سبكتيتور اللي هم المشاهد او اللي بيتفرج على المباراه او بيتفرج على الرياضه عامه. تروفي الدرع او الكاس. عندي كمان كلمه اسمها اتشيفمنت اللي هو انجاز، طبعا عرفت كلمه اتشيفمنت اللي هي انجاز، وان انا كمان ممكن احط لها اس تبقى اتشيفمنت اللي هي انجازات، لان ده نون وسهل جدا ان انا اعمل له ايه؟ اجمعه. بقيه الكلمات بتاعتنا عندنا كلمه فن وفن. فن دي بمعنى متعه او تسليه، وفاني ممتع دي ادجكتيف بمعنى ممتع او مسلي. اجي اقول لك مثلا ذا مونكي از فاني، القرد ده ممتع. I have fun in the library، أنا استمتعت بوقتي في المكتبة. عندنا كمان winner و loser، كلمة winner اللي هو الفائز، لما حد بيكسب ماتش هقول winner، هقول إيه؟ I am the winner، أنا الفائز. طب أنا الشخص اللي أنا كسبته ده هروح هتكلم عنه وهقول إيه؟ loser، إيه؟ loser خاسر أو خسران. بالظبط كده، الخاسر أو الخسران. طيب نكمل كمان، عندي كلمة اسمها opponent اللي هو الخصم، كلمة opponent اللي هو الخصم، الشخص اللي أنا بلعب معاه أو اللي بيلعب ضدي بقول عليه إيه؟ opponent. طيب نكمل كده مع بعض. injured بمعنى جريح او في اكسيدنت او مصاب، حتى زي ما نشوف كده في الصوره دي هنا لاعب كره القدم he was an injured، هو ايه؟ مصاب او جريح. اسيد اللي هو الشخص العبيء اللي بيكون لاعب رياضي اللي هو بيجري بسرعه او بيلعب العاب رياضيه اسيد. طبعا كلمه اسيد دي زي ما احنا عارفين اللي هو اللاعب الرياضي، او كمان بيبقى اكتر لاعب رياضي اللي هو بيلعب الالعاب الاولمبيه، اللي يشارك الالعاب الاولمبيه بقول عليه اثليت. سبورتس ايفنت اللي هي الاحداث الرياضيه، سبورتس ايفنت عندنا مثلا احداث رياضيه المهمه هنا في مصر مثلا زي الدوري، الكاس، زي كاس العالم، فدي بقول عليه سبورتس ايفنت. طيب عندي حاجه اسمها اولمبيك جيمز اللي هي الالعاب الاولمبيه، اللي هي الالعاب الاولمبيه، على فكره الالعاب الاولمبيه هي مش كل الالعاب الرياضيه بقول عليها العاب اولمبيه، هي مجموعه العاب معينه زي مثلا السباحه والجري والحاجات دي كلها اسمها اولمبيك جيمز، العاب اولمبيات تبقى خاصه بالاولمبيه.
تشامبيون شيب اللي هي البطوله تشامبيون شيب. عندي كمان كلمه اسمها كومبيتيشن اللي هي مسابقه. كلمه كومبيتيشن اللي هي مسابقه يعني يستر دي وي وان كومبيتيشن، امبارح احنا فزنا بالمسابقه. ستاديوم اللي هو الصوره اللي قدامنا اللي هو طبعا الستيد ستاديوم. اي واتش ذا ماتش ان ذا كايرو ستاديوم، انا شفت المباراه في استاد القاهره. كلمه ريفري اللي هو الحكم، ريفري اللي هو الحكم. My father was a referee. بابا هو كان الحكم. When I played with my friends. لما انا لعبت مع اصحابي كان بابا هو الحكم، بابا هو اللي كان بيحكم الماتش. اللي هو الشخص اللي قدامنا في السوق. Expressions التعبيرات اللغويه اللي عندنا. Hold the Olympic Games. كلمة hold أو verb hold هو معناه يقيم، يبقى يقيم الألعاب الأولمبية. يقيم الألعاب الأولمبية. Hold the Olympic Games. وين برايز معناها يفوز بجائزه، طبعا عارفين كلمه وين معناها يفوز وبرايز معناها بجائزه. اكسبريشن ده او التعبير ده كله على بعضه معناه يفوز بجائزه. طبعا الماضي بتاع كلمه وين اللي هو وان، لما اجي اقول لك مثلا وي وان ا برايز، احنا فوزنا بجائزه او ان احنا كسبنا جائزه. براكتس هارد، احنا عارفين فيرب براكتس معناه يتمرن او يتدرب، يبقى براكتس هارد معناه يتدرب بجد. ذا تيم براكتس هارد، الفريق بيتمرن بجد. لو ذا ماتش اللي هو يخسر الماتش، لما اجي اقول لك مثلا ماي فريندز لوست ذا ماتش، ايه لوست اللي انت بتقولها دي يا مستر؟ الماضي بتاع كلمه لوز اللي هو يعني ده فيرب، لما اجي احول الماضي اسمه لوست، يبقى لوز الماضي بتاعه اسمه لوست. وي لوست ماتش، احنا خسرنا الماتش، يبقى كلمه لوز ماتش اكسبريشن معناها يخسر المباراه. جو كامبينج، كلمه كامب يعني معسكر، يبقى جو كامبينج معناها يذهب للتخييم. وي اور جوينج كامبينج ان مثلا شرم الشيخ، احنا رايحين نعمل معسكر تخييم في شرم الشيخ. طيب جو الاكسبريشنز اللي عندي او التعبيرات اللي عندي، اول واحده عندي بي اجود سبورت معناه لديه روح رياضيه. مع فكره لما بيكون في مباراه بين اهلي وزمالك كل واحد ممكن ان هو يعني يقول الفاظ مش كويسه للتاني، فانا لازم يبقى عندك روح رياضيه، فبقول بي اجود سبورت. طبعا بي هنا اللي هو مقصود بيه فيرب تو بي ان از اور، هقول مثلا هي از اجود سبورت، يبقى هو عنده روح رياضيه. يلا كايند ووردز اللي هو يتلفظ او يقول كلمات مش كويس او مش مستحب ان احنا نسمعها. كلمة يلا انكايند ووردز اللي هو يقول كلمات مش مظبوطة أو كلمات يعني سماعها مش لطيف أو مش هنحب إن احنا نكون نسمعها، يعني كلمات بذيئة. وين سيلف ريسبكت معناها يكسب احترام النفس، احنا عارفين لما حد كده بيكون شخصية محترمة فبقول إن هو إنسان محترم أو شخصيته محترمة، بقى بقول عليه وين سيلف ريسبكت. طيب يلا بينا نشوف البريبوزيشن كده أو حروف الجر اللي احنا متعودين عليها. أول حاجة عندي كلمة اسمها اكسبيرت أون. اكسبيرت اون خبير في. ماي فاذر از اكسبيرت اون انجينيرنج، مثلا بابا ده خبير في الهندسه، بابا ده شاطر وعنده خبره كبيره جدا في الهندسه، يبقى اكسبيرت اون معناها خبير في. وبعد كده اشوف الحاجه اللي انا بتكلم عنها هي ايه. كونجراتوليت اون، احنا عارفين كونجراتوليت لوحدها معناها يهني، يبقى كونجراتوليت اون معناها يهني، وبيجي لي بعدها فيرب بلس اي ان جي. اجي اقول لك مثلا اي كونجراتوليت هيم اون هيز ويننج، أنا بهنيه بفوزه بالمباراة. Ask not for his opinion، طبعاً عندي هنا ask not يبقى في شخص أنا أسأل، كلمة ask معناها يسأل. طيب هسأل مين؟ فلان for his opinion عن رأيه، مثلاً I asked my father about his opinion، أنا سألت بابايا عن رأيه، أنا كان عندي مشكلة رحت لبابا فسألته عن رأي بابايا، فالجملة كده أقول إيه؟ I asked my father، النقط دي حطيت مكانها الشخص اللي أنا سألته for his opinion، طبعاً ممكن أحط اسم، ممكن أحط شخص، أو ممكن أحط ضمير ينوب عنه يعني. عندنا بعد كده turn on و turn off، إحنا عارفين لما بيكون عندي verb وعندي preposition بسميه phrasal verb اللي هي الأفعال المركبة. turn on معناها يشغل شيء أو يولع النور، و turn off معناها يطفي. turn on the light، ولع النور. turn off TV يعني اطفي التلفزيون، يبقى ده الأوبوزيت بتاعتها أو العكس بتاعها. In final of معناها اللي هو في المباراة النهائية أو في النهائي لكذا، كاب في نهائي الكاس، وي وان ذا ماتش احنا كسبنا الماتش، في نهاية أو في المباراة النهائية لكذا. At all على الإطلاق، at all معناها على الإطلاق. Word difference اللي هي الكلمات اللي فيها الاختلافات، بيكون عندي كلمتين متشابهين مع بعض شوية بس بيكون في اختلاف في المعنى. أول حاجة عندي ancient، ancient معناها شيء أثري أو شيء قديم جدا، مثلا
The pyramids are very ancient. الأهرامات بتكون قديمة جدا. طبعا الكلمة التانية اللي ممكن أقول عليها برضو إن هي مختلفة عنها هي كلمة old، وكلمة old معناها قديم، خلي بالك. ancient معناها أثري، حاجة من زمان جدا عدى عليها زمن كبير جدا، إنما old معناها قديم. على فكرة الأولد ده ممكن أقول عليه من السنة اللي فاتت، يعني مش شرط إن هو يكون أثر، زي الصورة كده اللي قدامي دي أنا ما ينفعش أقول على المكان ده أثر، أنا ينفع أقول عليه إن هو old. وطبعا إحنا كمان عارفين إن كلمة old معناها إيه؟ عجوز أو كبير السن. عندنا كمان event و accident. event معناها حدث هام، حاجة مناسبة معينة، بس المناسبة دي بتكون مهمة. accident طبعا حادثة، لما اجي اقول مثلا he made an accident yesterday، هو عمل حادثة امبارح، يبقى event حدث و accident حادثة. طيب نكمل مع بعض كده ونروح بقى language notes اللي عندي، ركز بقى معانا كده في examples. how plus adjective، طبعا كلمة adjective معناها صفة، how وبعدين الادجكتيف الصفه، ده تعبير كده معين انا بستخدمه في ايه. بص كده في الاكزامبل اللي عندك نمبر مش نمبر 1 بيقول لي how different were Greek stadiums. ما مدى كلمه how لما تكون عندي بعدها ادجكتيف او صفه معناها ما مدى او كم مقدار، كم مقدار الاستادات اليونانيه اللي بتكون مختلفه. احنا عندنا هنا في اختلاف بين الاستادات اليونان القديمه وبين الاستادات دلوقتي، فاقول how different معناها كم مدى الاختلاف او ما مقدار الاختلاف. طيب عندي كمان help object to verb infinitive، ركز بقى معايا، help object وبعدين to وبعدين verb infinitive. الله، هو انا ليه حاطط لك to كده بين اقواس؟ قال لك ان كلمه help دي طول ما هي موجوده عندي في الجمله الفعل الثاني، طبعا عارف كلمه verb ده هو فعل، الفعل اللي بيجي مع كلمه help لو جالي معاها verb في نفس الجمله هيبقى verb infinitive. ثاني help ده verb، لو جالي معايا في نفس الجمله بتاعته verb ثاني هيبقى الverb الثاني ده infinitive، سواء حطت قبليه تو او ما حطيتش تو. طب بص كده الاكزامبل اللي عندي بيقول لي ايه؟ He helped me to do my homework، هو ساعدني في ان انا اعمل الواجب. ينفع اقول He helped me do my homework؟ اه ينفع. يبقى في كلتا الحالتين حطيت تو او ما حطيتش تو الفيرب الثاني ده هيبقى infinitive. ليه يا سيدي؟ علشان انا عندي help في الجمله، يبقى help بتجبر الفيرب الثاني ان هو يبقى verb infinitive سواء بتو او من غير تو. عندنا كمان help اللي بيجي بعدها object وبيكون عندي هنا بقى with preposition with، بس بيكون بعدها noun. انا فوق اخدت ان help بيجي بعدها to verb infinitive، لما لو عندي preposition with هيجي لي بعدها noun، زي المثال اللي قدامنا لو جه قال لي he helped me with my homework، هو ساعدني في الواجب بتاعي، انا عندي subject وهو he help وبعد كده object me وعندي with وبعدين noun. طيب نكمل كده، يلا بينا ناخد مجموعه من الاسئله. مريم جوت ا نقط فور ويننج ذا ماتش، مريم جوت ا نقط فور ويننج ذا ماتش، بيقول لك مريم دي كسبت فيه، ها يا ترى مريم دي ممكن تكون كسبت ايه عشان الماتش؟ هنا عندنا الاختيار بتاعتنا ترافي اللي هو الدرع او الكيس، بريزنت هديه، ميتال المعدن، ولا برايس ثمن او سعر. طبعا مريم هتكسب ايه عشان هي فازت بالمباراه؟ هتكسب الدرع اللي هو ترافي. نمبر 2 اور تيم از بلاينج ويل بوت اور ايم اور بلاينج بيتر، الفريق بتاعنا لعب جيد بس كمان ايه اللي قصادنا كان بيلعب احسن. يبقى احنا عندنا في فريقين، الفريق بتاعه في ايه؟ الفريق المنافس اللي هو، تعال نشوف كده الفريق المنافس ده يعني ايه، ترينرز ولا اللي هو الكلاسز ولا جروبس ولا اوبننت. طبعا انا بتكلم عن الخصم او اللي كان بيلعب قدامي اللي هو الاوبننت اللي هو الخصم او اللي كان بيلعب ضدي. طب نروح كده للسؤال الثالث. There are a lot there are about 20,000 not at the football match، كان في حوالي 20,000 ايه بيتفرجوا على الماتش. هنا عندنا الاختيارات بتاعتنا بلايرز، سبيكتاتورز، ترينرز، تيمز. بلايرز اللاعبين ولا سبيكتاتور اللي هم المشجعين، وترينرز المدربين، وتيمز الفرق. طبعا احنا عندنا 20,000 ايه متفرج اللي بيتفرج على الماتش، يبقى سبيكتاتورز. كمل كده مع بعض. نمبر 4 ميني تيمز ار سبيس فور ذا كاب ذيس يير، العديد من الفرق عملت ايه عشان الكاس لهذا العام؟ الاختيارات بتاعتنا بيقول لي كومبيتنج ولا كومبليتنج ولا كلايمنج ولا جامبنج. اه هو بيقول لي فرق كتيره، هي الفرق دي هتعمل ايه في الكاس؟ طيب انا الفرق دي بتعمل ايه مع بعض كده؟ اللي بيعملوه مع بعض ده اسمه منافسه. يعني ايه كلمه منافسه؟ كلمه كومبيتنج. طيب لانجوج فانكشن كده، تعالوا كده ناخد اللانجوج فانكشن كده بشكل لذيذ كده مع بعض. اكزامبلز contrasting information، كلمة contrast معناها تناقض أو تضاد. لما باجي بقدم معلومات بس المعلومات دي بيكون بينها تضاد، يعني إيه تضاد؟ يعني المعلومة وعكسها، عندي حاجة مختلفة عن حاجة تانية. طب زي كده لما
يجي يقول لي although حسن is rich he isn't a برغم although معناها بالرغم من برغم ان حسن غني بس هو ايه مش سعيد. احنا عارفين طبعا ان الانسان لما يكون غني لازم يبقى سعيد، واحد معاه فلوس كتير فطبيعي تلقائي ان انا اول حاجه افكر فيها ان هو عايش ايه في سعاده. هنا عندي تناقض بين الجملتين، علي غني حسن غني بس هو مش سعيد، يبقى فين الكونتراست بتاعي ان هو ايه he isn't happy. المثال الثاني حسن is rich however he isn't happy. الله، ما هو نفس المثال اللي فوق. بص يا سيدي، في المثال اللي فوق انا استخدمت كلمه although، قلت لك في اول الجمله، وفي اول الجمله بجيب بعديها جمله كامله يعني فاعل بيعمل فعل. بص كده حسن از ريتش. طيب الجمله الاولانيه بعد انظر تبقى هي الجمله الحقيقيه، الحاجه المعلومه الحقيقيه اللي عندي، والجمله الثانيه بتبقى هي جمله التناقض او الجمله المش متوقعه. ما في الطبيعي ان انا لو دريت عندك كده كلمه هي ازنت هابي وقلت لك حسن از ريتش، انت طبعا هتقعد تقول يا حسن ده المفروض يكون سعيد. لا، بص الجمله الثانيه بيقول لك هي ازنت هابي اللي هو حاجه مش متوقعه يعني ان هو مش سعيد. هنا بقى في المثال الثاني حسن از ريتش هي نفس الجمله ونفس المعلومه however he isn't happy. هنا انا عايز اقول لك ان انا بعبر عن التناقض بكلمه اسمها however، وكلمه however دي انا بجيبها في نص الجملتين بين الجملتين اللي عندي، الجمله الاولانيه اللي هي حسن از ريتش والجمله الثانيه هي isn't happy. بحط في النص كلمه however معناها على الرغم من، ودي بتيجي في النص. بس خلي بالك بقى however دي عشان استخدمها بخلي بالي من البنكتويت بتاعها اللي هو بيجي قبلها نقطه وبعدها كما. يبقى حسن حسن is rich however على الرغم من he isn't happy. حسن ده غني ولكن ان هو برضه مش ايه؟ مش سعيد. هناخد تمارين على الجزء اللي احنا شرحناه. نمبر 1 we write he was ill he went to school. هو مريض وهو ذهب المدرسه. هنا عايز نستخدم also. احنا قلنا also معناها بالرغم من وبتعبر لي عن contrast، بتعبر لي عن التناقض. طيب ايه الجمله الحقيقيه؟ احنا قلنا بيبقى عندي جملتين، جمله حقيقيه وفي حدث غير متوقع. ايه الجمله الحقيقيه اللي قدامي؟ ان هو عندي حسن ان هو تعبان، ان هو هي واز ايه؟ هي واز ايه؟ دي الحقيقه اللي عندي، يبقى هقول بالرغم ان هو تعبان، ايه الحاجه بقى الغير متوقعه؟ ان هو كمان راح المدرسه، اقول زو هي واز ايه؟ هي وينت تو سكول، وما انسيش احط الكومه اللي في نص بتفصل لي جملتين عن بعض. طيب It's sunny today but isn't very hot. الله، It's sunny today، الدنيا حر، طب طبيعي. But it isn't very hot. خلي بالك هنا بيقول لك ان الدنيا حر ولكن او الدنيا مشمسه ولكن الجو مش حر. بيقول لك استخدم هوفر. طبعا انا عندي كده ابجديات ان انا اروح اما اشوف كلمه بط اشيلها واحط مكانها كلمه هوفر. دول اصلا مسلمات عندي لان هوفر بتساوي بط. بس كده انا قلت لك ايه من شويه؟ قلت لك ان هوفر دي وانا بشتغل معاها خلي بالي من ايه؟ من البنكتشويت بتاعتك، بتكون الجمله الاولانيه نهايتها فول ستوب وبعد كده بحط هوفر وبعد كده كومه وبكتب الجمله الثانيه. يعني كده احنا بالظبط هنعمل ايه يا ميس؟ كل اللي انا هعمله هجيب الجمله الحقيقيه اللي عندي، يبقى الجمله الحقيقيه اللي هي ايه؟ اتس ساني توداي، دي الجمله الحقيقيه، وبعد كده هقول هاويفر وهحط الجمله الغير متوقعه، ات ازنت فيري هوت. طبعا زي ما اتفقنا خلي بالنا من البنك تويت اللي عندنا. نمبر 3 هي ران فاست، هو جرى بسرعه بط هي كودنت كاتش ذا تي. هو جرى بسرعه ولكن لم يلحق بالقطار، القطر فين؟ انا عندي هنا جملتين اتفقنا، انا عندي جمله حقيقيه فيها فاكت فيها حقيقه وفي الجمله الثانيه فيها كونتراست تناقض او حاجه حدث غير متوقع. دايما استخدم الزوم. يبقى الجمله الحقيقيه اللي عندي اولا رقم واحد هبدا بالزوم اول الكلام، اشتري دماغي كده منها ودي رقم واحد عندي، وبعدين الجمله الحقيقيه اللي هو هي ران فاست، ادي الجمله الاولانيه. طيب نكمل بقى مع بعض هقول ايه؟ طبعا هشيل بط ان ما ينفعش اثنين روابط عندي جمله طبعا. واحده. يبقى انا هقول الزوم هي ران فاست بالرغم ان هو جرى بسرعه، ايه اللي حصل بقى؟ هي كودنت كاتش ذا ترين، هو ما قدرش يلحق بالقطار. طيب بيقول لك رايت وات وود يو سي، تعالى كده انا هقول لك حاجه وانت ترد عليا، تعالى كده نتناقش فيها مع بعضينا. انا هقول لك جمله وانت ترد عليا فيها. نمبر 1 بيقول لي يو تيل يور براذر ذات باسكت بول از ا بوبيولار سبورت. انت بتخبر اخوك ان كره السله دي كره شعبيه او رياضه شعبيه، بات يو بريفير تنس، بس انت بتحب التنس. طيب انت عندك هنا في رياضتين او في حاجتين، اخوك بيقول لك ان كره السله دي كره شعبيه بس انت بتفضل حاجه ثانيه، يبقى هقول له ايه بقى؟ يبقى انا هرد بقى على اخويا ده اقول له although basketball is popular sport على الرغم ان كره القدم دي رياضه محبوبه او شعبيه I prefer tennis، بس يا سيدي انا بحب الايه؟ التنس. طيب نيجي كده الاكزامبل او نمبر 2 هقول لك your homework was easy but it took too much time. تاني your homework was easy but it took too much time. هنا بيقول لك express contrast اللي هو عبر عن التناقض. هنا
هنا عندي ان الواجب بتاعي برغم ان هو سهل انا خلصته ايه او اخد مني وقت طويل، يبقى هقول له your homework was easy برغم ان الواجب بتاعي كان سهل جدا. it took too much time، هو استغرق مني وقت طويل. انا عندي برضه contrast، عندي تناقض. كمل معاك. do you like right what would you say؟ هتقول ايه في المواقف اللي قدامك دي؟ نمبر 5 بيقول لي a referee has showed you a red card، الحكم وراك الكارت الاحمر، فهو عمل ايه؟ طردك. you aren't angry، وانت مش غضبان، يبقى بالرغم ان انت الحكم وراك الكارت الاحمر انت مش غضبان، يبقى هقول although I got a red card، على الرغم ان انا اخدت الكارت الاحمر I'm not angry، انا مش زعلان او انا مش متضايق. طيب نمبر 4 بيقول لك although you lost the game، بالرغم ان انت خسرت الماتش you congratulate the opponent، انت حييت الخصم اللي قدامك، فانت المفروض هترد عليه تقول له ايه؟ يبقى انا هنا برغم ان انا خسرت المباراه انا حييت الخصم بتاعي، هقول له I congratulate you on winning the game، انا حييتك عشان انت فزت بالمباراه. طبعا احنا عارفين كمان ان السؤال بتاع right what would you say انت ممكن تقول ايه في الموقف ده، مش لازم الاجابه تبقى كده، انا ممكن ارد عليه باختصار اقول له congratulations يعني ايه؟ الف مبروك، او اقول له well done، هو كل ده برضه بيعبر عن ان انا ازاي حييته او ان انا باركت له على ال اخر حاجه معانا اكسل يور سيلف، سؤال المتفوقين ري رايت نمبر 1 اي هاد تو باي ا نيو بين يسترداي، عايز نستخدم نسيسري. نمبر 2 يو ماستنت بارك هير.